إن أكثر حيوان مسؤول عن قتل البشر في أفريقيا لا يصطاد في السهول المفتوحة. في الواقع إنه لا يصطاد لتناول الطعام على الإطلاق، إنه نباتي. إنه الورقة الرابحة في مجموعة الحيوانات الفتاكة في أفريقيا، إنه فرس النهر. تصور في كثير من برامج الرسوم المتحركة على أنها حيوانات بدينة وسعيدة ومرحة، يميل الناس إلى اعتبارها غير هجومية وغير عدوانية. فرس النهر مسؤول عن أكبر عدد من حوادث القتل والإصابات أكثر من الحيوانات مجتمعة. يصل طول فرس نهر بالغ إلى 5 أمتار وارتفاعه إلى 1.5 متر، ويزن نحو 4.5 أطنان. على الرغم من أنه حيوان ضخم، إلا أن معظم جسده يبقى بعيداً عن الأنظار، لا ترى سوى عينيه وأذنيه وأنفه. عندما يكون معظم جسده تحت الماء، من السهل اعتباره حيواناً غير مؤذن. إنه قوي جداً، نراه على غير حقيقته نظراً إلى ثقل وزنه لدرجة البدانة. سريع جداً ويركض وكأنه مصنوع من الفلين. تعيش أفراس النهر في مجموعات من 10 إلى 30 حيواناً. يحمي الذكر المسيطر منطقة المجموعة، والتي لسوء الحظ لا يعرفها السياح عديمو الخبرة. يمكن لمرشدي رحلات السفاري أن يقرأوا الإشارات، لكن إن ذهب مبتدئ وحده إلى الممرات المائية الأفريقية فإنه سيقع في ورطة. لا يمكنك التغلب على فرس النهر. إن أمسك بك فرس النهر وقرر أن يقتلك فستموت. إن انتهك شيء مياهها فإن فرس النهر يبدأ بتحذير. لا يفهم الجميع هذا التحذير. تفتح أفواهها فيعتقد أنها تتثاءب، لكنها خدعة. إنه عرض مذهل. إن فكي فرس النهر الضخمين يفتحان 150 درجة حتى تظهر أنيابها الطويلة التي تبلغ 90 سنتيمترا. إن تم تجاهل هذا التحذير يتقدم الذكر. من المفاجئ أن أفراس النهر لا تجيد السباحة أو العوم، لكنها قادرة على المشي تحت الماء بسرعة 8 كيلومترات في الساعة، ويمكنها البقاء تحت الماء 30 دقيقة. مثل قاتل صامت يتقدم تحت المياه نحو هدفه. بعد أن تصبح في فم فرس النهر، تعلق الضحية في أنيابه العملاقة. إن قوة عضته مذهلة. رأيت فرس نهر يقتل تمساحا ذكرا كبيرا وقسمه نصفين.